مثالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يقتل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى أنا أجمع على السيد لا بكرة كنا نعلم من سيرة من المساعدة من كرة عالي فرعون يخطب إيمانه وتقتلون رجلا ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أبوك على هذه سالك
Abdou Sarawana, Tamouti, Halima Mustafa Cissé, Aïcha Ibrahima Djabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم وآبائكم الأولين بارك الله فيك سيتلي بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حسبك على أمين حسبك حسبك ما شاء الله تكبير تهليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى حسبك حسبك فاطمة ما شاء الله تكبير تهليل ما شاء الله ما شاء الله أنكم مالك كيوان نموكين ترى ولا بلا تبلغهم يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حسبك حسبك وادور جي اخذوا والله يا فما تامي نكو جي تك 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 نعم قروا دي انا قروا قروا في الله تقو جم علامين فوري كان دي ولا كان دم ادور نيوات قروا 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 تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري
بارك الله فيك. جزاك الله خير. أنا من فوري كنت. أي كلي يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا آمنون. شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبك حسبك ما شاء الله بارك الله فيك. بعد ما الحاج سامي عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماشيين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. I see, what do you hear? Remember you are in the town of the Sajori. What do you have? What's about it? I'll leave a lot of things about the one day. In the town of the one, not current about the other. Say for you, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ تَفْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا آمَنَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَطْغُونَ. حسبك يا بركة الله. Por e-mail.